بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا بحمد الله إلى الجزء 12 من موضوع اكتشافات واختراعات من القرآن الكريم. وفي هذه السلسلة أخواني أخواتي أبين بهدى من الله عز وجل تفوق علم الله في القرآن الكريم على جميع معارف البشر في هذا الزمان، وهذه معجزة القرآن الكريم في هذا الزمان، تفوق علم الله في القرآن الكريم على جميع معارف البشر، وكيف أن الإنسان المؤمن بالتفكر في آيات القرآن الكريم يصبح المعلم للآخرين. فمن مواضيع هذا الجزء، الموضوع اللي تشاهدون أمامكم على الشاشة، حقيقة السحر بهدي القرآن، حقيقة السحر بهدي القرآن. فكمقدمة لهذا الموضوع إخواني إخواتي، موضوع السحر ينشغل به كثير من المسلمين، والفهم السائد للسحر لدى غالبية المسلمين بأن هناك أناس عندهم قدرة معينة بأن يكتبوا أمور معينة على ورق، أو يربطوا خيوط معينة، أو يعملوا أعمال معينة تصيبك بالضر وعدم السعادة والتأثير عن بعد. سحرة، عندهم قدرة على السحر. الآن هذا الفهم السائد للسحر لدى غالبية المسلمين له آثار مدمرة على المجتمع. ألخص بعض هذه الأعراض أو الآثار. أولا اللي هو تعليق التقصير في الدراسة والعمل على السحر. يعني إنسان مثلا قصر في عمله، أنا مسحور، قصر في وظيفته، قصر في دراسته، مسحور، في مشاكل في البيت مسحورين، الأمور لا تتيسر معي مسحور. بالتالي عندما يعلق كل هذا على السحر لا يحاسب نفسه، وعندما الإنسان لا يحاسب نفسه لا يأخذ بأسباب التغيير. الإنسان لم يتغير سيقف وكل يعني الأمور تسير من أمامه، سيصبح عنده شلل نفسي، أعضاء سليمة ولكن مشلول نفسيا، لا يستطيع أن يتحرك، يعني دائما مسحور مسحور مسحور. وطبعا هذه لها أثار مدمرة على المجتمع والصحة النفسية المجتمع وإنتاج المجتمع. الشيء الثاني، أنه بما أن الإنسان يؤمن هناك أناس لهم قدرة على عمل أعمال بهذه الطريقة، إذن سيكون هناك أناس آخرين عندهم القدرة على إبطال هذه الأعمال، فتنتشر ظاهرة الدجل والدجالين وضياع المال والاضطراب النفسي في هذا الأمر. إذن نلاحظ هذه الآثار للفهم السائد للسحر. إذن إذا يعني فكرنا هذا في منظور الآية الكريمة في سورة إبراهيم آية رقم 24، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. دائما الله عز وجل، نلاحظ أخواني إخواتي، يربط العمل بنتائجه. يعني إذا تريد أن تحكم إذا كان فهم صحيح أو عمل صحيح من نتائجه، إذا كانت النتائج طيبة يكون العمل طيب، كانت نتائج خبيثة يكون العمل خبيث. نتائج السحر، الفهم الغالبي غالبية المسلمين للسحر نتائجه خبيثة. بما أن نتائجه خبيثة إذا الفهم خاطئ، هذا بالقاعدة القرآنية. إذن الفهم السائد للناس أن الناس عندهم قدرة خفية على عمل أعمال وكتابة أمور على ورق، هذه أمور كلها خاطئة. يعني فما هو الصحيح بالنسبة لموضوع السحر؟ ما علينا إلا أن نلجأ إلى كتاب الله عز وجل، هذا هو المرجعية. ليس أني أنا سمعت من فلان وقالوا لي السحر كذا. أول شيء إذا تفكرنا في سورة الأعراف الآية رقم 116، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحر عظيم. فهنا ذكر السحر. الآن إذا تفكرنا في هذه الكريمة نفهم ماهية السحر. السحر كما نتعلم من الآية هذه هو رؤية الأمر على غير حقيقته، مثل ما الناس رأوا أنه عصي سحرة فرعون على أساس أنها أفاعي، فالسحر هو رؤية الأمر على غير حقيقته. وهنا نتعلم سحر الرهبة. ما هو سحر الرهبة؟ يعني إنسان إذا كان في موضع خوف وقلق، مثال إنسان يمشي في طريق بالليل مظلمة وهواء بارد، وضع رهبة وخوف، إذا تحركت قطعة قماش جنبه يراها وكأنها أفعى، رؤية الأمر على غير حقيقته بسبب الخوف، هذا هو سحر الرهبة. فهذا نتعلم هذه الآية الكريمة. نلاحظ لا يوجد ذكر على الإطلاق لناس عندهم قدرة على كتابة على ورق، أو يأخذ من شعرك ويعمل عمل معين، لا يوجد على الإطلاق هذه الخرافات والخزعبلات موجودة هنا، غير موجودة على الإطلاق.
المكان الثاني اللي ذكر فيه السحر في القرآن الكريم سورة البقرة الآية رقم 102، بسم الله الرحمن الرحيم: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هنا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهنا نتعلم سحر الشياطين. ما هو سحر الشياطين؟ نفس الآية الكريمة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كيف أن سحر الشياطين هو التفريق بين المرء وزوجه؟ نفهم هذا من حديث آخر لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث، والحديث هو التالي، بمعنى الحديث أنه في ليلة من الليالي خرج حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام من عند عائشة رضي الله عنها، قالت: فغرت عليه، غارت عليه عائشة. فلما رجع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما بك؟ هنا قال حبيبنا: ما لك يا عائشة أغرتي؟ ما لك يا عائشة أغرتي؟ فقالت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال لها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: أقد جاءك شيطانك؟ أقد جاءك شيطانك؟ قالت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. ومع كل إنسان؟ قال: نعم. ومعك؟ تسأل ومعك؟ قال: نعم، ولكن ربي عاني علي حتى أسلم، يعني أسلم من شره، الشيطان لا تسلم. الآن كيف نفهم هذا الحديث؟ أعطي مثال لفهمه، وكيف أن سحر الشياطين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. الآن إنسان زوج خرج من المنزل، يأتي قرين الزوجة، شيطان الزوجة، بصوت مطابق صوت النفس، تسمع أفكار في عقلها وكأن الشيء يحدثها في عقلها. لأن نفهم ما هو هذا الشيء، هو الشيطان قرينك، تسمع أفكار في عقلها تقول لها: زوجك خرج يخونك، زوجك سيء، يصبح تعداد لمساوئ الزوج وتبهير طبعا لهذا الأمر. يأتي للزوج: زوجتك سيئة، غير جميلة، كذا 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 كذا، تعداد لهذا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فيسحر الزوج، يعني يجعل الزوج يرى زوجته على غير حقيقتها، ويسحر الزوجة بأن ترى زوجها على غير حقيقته. السحر رؤية الأمر على غير حقيقته، يصبح البيت جبهة حرب، والنهاية تتفاقم هذه الأمور وينتهي الأمر بالطلاق أو التفريق بين الزوج والزوجة. فإذا هذا هو سحر الشيطان. سحر الشيطان أنه عن طريق، وهذا يحدث مع كل إنسان فينا، الوسوسة عن طريق السلطة وصوت النفس يجعلك ترى الأمر على غير حقيقته. مثلا يقنعك بأن شرب الخمرة صحيحة عن طريق الوساوس، يقنعك بأن المحرمات حلال عن طريق الوسوسة. هذا هو سحر الشيطان. مرة أخرى، لا يوجد ذكر لا في الحديث الشريف ولا في القرآن الكريم أنه هناك أناس عندهم القدرة على كتابة رموز وعمل أعمال ورميها في مكان معين، هذه كلها غير موجودة. الآن تصديق آخر أنه سحر الشياطين ما يفرقون، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، حديث آخر لحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أنه من نفهم الحديث أنه من أعظم أعمال الشيطان إبليس إنه ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، التفريق بين زوج وزوجة. لماذا هذا من الأعمال الهامة جدا للشيطان؟ لأنه إذا أخذناها مثلا، عندنا قطعة حديد، قطعة حديد تتكون من ذرات، إذا ذرة صار فيها مشكلة كل الحديد ينهار. المجتمع ذراته هي الأسر، الأسرة هي الذرة، فلو أصبح مشاكل في الأسرة تصبح جروح نفسية لدى الأولاد، ممكن الابن يصير يتعاطى المخدرات لينسى الألم في المنزل أو يهرب من المنزل ويصبح أمور صعبة جدا، الزوج إنتاجيته في العمل تنهار، الزوجة كذا، المجتمع كله ينهار. إذا يعني نكمل الآن في موضوع السحر أكثر. هناك آية يساء فهمها، وهي الآية رقم 4 من سورة الفلق، يقولوا: من شر النفاثات في العقد. كثير ناس يربطوا هذه الآية الكريمة بموضوع أنه ربط الخيوط وأعمال السحر، هذه لا علاقة لها بالفهم السائد لغالبية الناس للسحر على الإطلاق. ما هو تفسير قول المولى عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد؟ النفاثات، النفث كثير النفخ، وهو الشيطان. في العقد يعني الشيطان ينفث أو ينفخ في العقد. ما هي العقد؟ العقد هي ليست عقد الخيوط وهذه الخزعبلات. العقد إذا نظرنا إلى جسم الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الدماغ البشري نجد بأن الله عز وجل خلق الأعصاب في الدماغ تتكتل على شكل عقد عصبية، نيورال نوتس أو نيورال نودز، عقد عصبية. هذه العقد المقصودة في الآية الكريمة، أن الشيطان ينفخ أي يخرج اهتزازات على هذه العقد. كيف هذا؟ مثال واضح عملي،
أنت عندك مثلا مقابلة في الغد، مقابلة عمل، يأتيك قرينك بصوت مطاق وصوت النفس قبل بيوم، يقول لك ستفشل في المقابلة، تسمع في عقلك وستفقر وتحدث بك المصائب. في نفس اللحظة هو يحدثك، يتحدث إليك، يخرج اهتزازات مثل ما الإنسان عندما يتكلم يخرج اهتزازات، يوجهها العقد العصبية في الدماغ التي تعمل تحفيز وشد في عضلات الصدر، تشعر كأنه صخرة على صدرك، يولد شعور مطابق للفكرة. فهذا هو الشر للنفاثات في العقد، توليد مشاعر كاذبة في الجسم. لماذا؟ كما يقول الله عز وجل وصدق عليه إبليس ظنه، يريد أن يصدق عليه كذبته. كيف؟ إذا أنت أجتك فكرة مع شعور في الصدر، إذا أنت يعني تقتنع فيها أكثر. هذا هو، هذا الموضوع كله. مرة أخرى، لا يوجد ذكر لأنه أناس عندهم القدرة على عمل أعمال، ويعني هذه الأمور الصعبة التي دخلت الدين الإسلامي. لأن بعد كل هذا الكلام وهذا العلم، يأتيك إنسان يقول أنا أؤمن بالسحر لأنه محمد صلى الله عليه وسلم سحر. السؤال، هل سحر؟ الجواب من كتاب الله عز وجل. السؤال حول أنه هل سحر محمد صلى الله عليه وسلم أو لا، الجواب الشافي القاطع النهائي، تفكر في سورة الفرقان آية رقم 8. الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فإذا ركزنا على المقول هنا، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، إذا تفكرنا في حياة محمد عليه الصلاة والسلام، نجد بأن الله عز وجل وضع خصائص في حياته، بحيث أن هذه الخصائص أو العلامات في حياته تدافع عن الرسالة. مثلا أنه الله عز وجل جعل حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أمي، لا يعرف القراءة والكتابة. لماذا؟ أنه اتهموا الناس محمد صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي كتب القرآن بناء على معرفته بعلم الإغريق، يعني راح درس علم الإغريق وكتب القرآن. بما أنه لا يعرف القراءة والكتابة، هذا الادعاء باطل، لأنه يعني لا يعرف، يعني لا يستطيع أن يدرس في جامعة أو في مدرسة. تلاحظ كيف الله عز وجل وضع خصائص في حياته تدافع عن الرسالة. شيء آخر، الله عز وجل لم يعلم محمد صلى الله عليه وسلم الشعر، كيفية نظم الشعر. لماذا؟ لأنه اتهم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر، فهذا عدم معرفته بالشعر تؤدي إلى إضحاض أو ضحض هذا الادعاء. شيء ثالث، اتهم محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وقال الظالمون اتبعوا رجلا مسحورا، يعني هذا القرآن كله عبارة عن سحر. طيب، لو كان محمد صلى الله عليه وسلم سحر ولو مرة واحدة، كان هذا الادعاء لا يوجد مجال لتفنيده. مرة أخرى، الله عجل يقول في القرآن الكريم، وقال الظالمون اتبعوا رجلا مسحورا. إذن كما أن الله جعل محمد صلى الله عليه وسلم أمي ولا يعرف الشعر، يجب أن لا يكون قد سحر ولو لمرة واحدة، لأنه إذا كان سحر لو مرة واحدة، هذا لأنه الدفاع عن الرسالة ذهب. واضح؟ إذن بهدي القرآن الكريم، حسب هدى الله عز وجل في القرآن الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم لم يسحر على الإطلاق. فهذا نهاية هذا الموضوع. مرة أخرى، سورة الفرقان آية رقم 8، بسم الله الرحمن الرحيم، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. العظيم. فألخص إخواني إخواتي الذي قلت عن السحر، أربع نقاط رئيسية. أولا، السحر بهدى القرآن الكريم هو رؤية الأمر على غير حقيقته. اثنين، سحر الرهبة أن تكون في موضع رهبة وخوف، يخيل لك الأمور على غير حقيقتها. ثلاثة، سحر الشيطان يحدث مع كل إنسان فينا، الوسوسة بصوت مطابق صوت النفس، يقنعك برؤية الأمر على غير حقيقته. مثلا يقنعك بأن شرب الخمر صحيح، يقنعك بأن الزنا لا ضر فيه، كل هذه الأمور. رابعا، لا يوجد بحسب القرآن الكريم والسنة ويشريفة، لا يوجد ناس عندهم القدرة على ربط أمور معينة، رميها في مكان، كتابة على الورق، هذا كله كلام لا أساس له بحسب تفكر في القرآن وسنة حبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله هذا الفهم القرآني للسحر يحرر عقول المسلمين، ويعني يصبح عندنا وعي أكثر، وتأخذ بأسباب القوة، وتحاول أن تحسن نفسك وتحاسب نفسك تصبح أفضل. وأريد أن أوجه كلمة إلى الذين يستغلون جهل الناس بهذا الهدى القرآني ويسرق أموالهم بالدجل. أريد أن أوجه لهم كلمة، وهذه الكلمة هي التفكر في قول المولى عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
ولكم الويل مما تصفون. استقرار عظيم. ولمعرفة تفاصيل أكثر هذا الموضوع رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-miracle.com. هذا الموقع يمكن التواصل معه عن طريق البريد الإلكتروني زيادة قرآن@gmail.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.